بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة الكرام، كنا ولله الحمد في أخي مثنى، بدك تفتح اللي عندي ولا مفتوح؟ كنا ولله الحمد في الدورة الماضية قد تكلمنا على الأبحاث الأولى من التجويد المصور، تكلمنا على القرآن الكريم، على علم التجويد، على التعوذ والبسملة، على الحروف العربية، على أعضاء النطق وما يتعلق بحدوث الحروف، على مخارج الحروف العربية، ومررنا عليها حرفا حرفا وبيناها بالصور ولله الحمد، على صفات الحروف العربية سواء المتضادة منها أو التي ليس لها ضد، وبيناها واحدة واحدة ولله الحمد. أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء، هذا الباب أيضا مررنا عليه في الدورة الماضية وفي اللقاء الماضي، وبينا حروف الهجاء حرفا حرفا، وأبرز ما يمكن أن يقع فيه المتكلم أو قارئ القرآن من أخطاء، ومع بيان سببها. ووقف بنا الحديث عند الحرفان الملتقيان، عند مبحث عنوانه الحرفان الملتقيان. كنا قد أخذنا هذا المبحث أيضا إتمام الحركات في المرة الماضية، وأخذنا مبحث الوقف والابتداء، إتمام الحركات والوقف والابتداء. سنمشي بالتسلسل، ولما نصل إلى إتمام الحركات والوقف والابتداء سوف نقفز فوقها، لأننا كنا قد شرحناها. فإذا أكرمنا الله عز وجل بالبركة في الوقت وانتهى الحديث بنا إلى آخر الكتاب، ووجدنا عندنا متسعا من الوقت، عدنا بإذن الله لنتكلم على إتمام الحركات وعلى الوقف والابتداء إن شاء الله تعالى، لأننا كقراء للقرآن الكريم بحاجة ماسة إلى هذين المبحثين، ولذلك خصصناهما بالشرح في المرة الماضية. نبدأ إن شاء الله ب هذا المبحث الحرفان الملتقيان. طبعا أيها الإخوة، نعلم بأن علماءنا جزاهم الله خيرا قسموا الحروف العربية لما يتجاور حرف وحرف. طبعا أنا أذكر الآن تذكير بسيط أو مبسط بما مر معنا، أرجو الانتباه لي قليلا أيها الإخوة، لا تنشغلوا بالداخل والخارج. الحرف إن قصد به كلمة الحرف المنطوق فعدد حروف العربية 29 حرفا. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وإن قصد به الحرف المكتوب فكانت العرب تكتب 28 حرفا. في حرف ما كان موجود، ما هو الحرف؟ هو الهمزة. كانوا أحيانا يعبرون عنها بألف مثل أن وإن، أو بواو مثل سؤال، أو بياء مثل سئلة، أو لا يكتبونها وهي التي نكتبها نحن على السطر مثل كلمة براءة وقراءة، والماء الماء كانوا يكتبون الماء ولا يكتبون شيئا بعد الألف، لكنهم ينطقونها الماء. إلى أن أتى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فاخترع للهمزة صورة، هذا سيأتي معنا في هذا مراحل تطور وكتابة وضبط المصحف الشريف. طوقة وعددها 29، إنها حرف اسمه الألف، والألف كما نعلم يا إخوتي حرف تميز عن كل حروف العربية بوصفين. الوصف الأول لا يكون إلا ساكنا، ألف متحركة ما في. الواو والياء ممكن تتحرك، نقول و و وي يا يو يي، لكن الألف لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا. انتبهنا؟ يعني مثلا الواو ممكن تكون قبل مضموم مثل قولوا، وممكن تكون قبلها مفتوح مثل قول، لكن الألف ما ممكن يكون قبلها إلا إيه؟
إلا فتحة. فإذا الألف لا تكون إلا ساكنة، لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. أنا البحث الذي عندي هو إذا تجاورت الحروف ما الوضع عند التجاور؟ إذا طالما الموضوع في تجاور، ألف وألف ما بيتجاوروا بحياتهم. ليه؟ لأنه الألف هذه لابد لها من حرف مفتوح قبلها، والألف هذه لابد لها من حرف مفتوح قبلها، ما ممكن يلتقى حرف ألفان إلى جانب بعضهما. بينما تاء تاء، باء باء، عين عين، واو واو، ياء ياء، ممكن كل الحروف ممكن تتجاور إلا مين؟ إلا الألف. لذلك سنستثني من كلامنا الألفات. شو بيبقى عندي من الحروف؟ 28. هذه 28 حرف مثلا و 28 أخرى هي نفسها، كيف ممكن يتجاوروا لما بيلتقوا؟ لو أنا عندي كيس في 28 حرف وكيس آخر في 28 حرف، وأخذت عشوائيا من هذا الكيس وعشوائيا من هذا الكيس ووضعتهما إلى جانب بعضهما، ما الاحتمالات العقلية التي ممكن أن تحدث؟ 4 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الحرف الذي أخرجته من هنا ومن هنا هو نفس الحرف، باء باء، تاء تاء، ميم ميم. هذا شو اسمه يا أخواني؟ اسمه المتماثلان، أليس كذلك؟ طيب الاحتمال الثاني أن يكون الحرف الأول والحرف الثاني اللذان تجاورا هما من المخرج ذاته، لكن في فرق بينهم ببعض صفات الحروف، مثل دال وتاء. دال وتاء من نفس المخرج، والطاء والدال وتاء من هو من، أليس كذلك؟ نعم. وممكن هذا بيسموه العلماء متجانسان، حرفان متجانسان، يعني من جنس بعضهما، الفرق بينهم ببعض الصفات. الاحتمال الثالث لما أخرج حرفا من هنا ومن هذا الكيس وحرف من هذا الكيس وأضعهما إلى جانب بعضهما، أن يكون الحرفان من مخرجين متقاربين، مخرج ومخرج قريب منه، بيسموهم حرفان إيه؟ متقاربان، إما متقاربان في المخرج والصفات، أو متقاربان في الصفات، أو متقاربان في المخرج دون، يعني التقارب أنواع. والاحتمال الرابع لما أخذ حرف من هنا وحرف من هنا وأضعهما إلى جانب بعضهما، أن يكون الحرفان ليس بينهما قرب ولا تجانس ولا تماثل، سماه العلماء إيه؟ التباعد. تبهنا كيف؟ يعني حرف من الشفتين وحرف من الحلق، شو جاب الحلق بالشفتين؟ تبهنا كيف؟ هذا شو بيكون؟ متباعدا. هذه الاحتمالات الأربعة هي تمهيد للبحث الذي بعده وهو الإدغام، متى كانت العرب تدغم ومتى كانت العرب لا تدغم. فهم هذا المبحث مبني على فهم علاقة الحروف بعضها ببعض. إذن الحرفان المتلاقيان عندنا، هذه المباحث التي بين أيدينا، تعريف الإدغام، أحوال الحرفين الملتقيين، كذا وكذا وكذا وكذا. الإدغام لغة الإدخال. أولا الإدغام ما هو أيها الإخوة؟ الإدغام عمل تفعله الناس أو العرب كانوا يفعلونه قبل نزول القرآن، يفعلونه بالفطرة، يعني لما بيكون المخرج الأول هو عين المخرج الثاني. أنا بدي، ما كنا عم نطلع حروف ونحط جنب بعض؟ إذا كان الحرفين من نفس المخرج، يعني مثلا بدي يقول يعلموا ما، شوفوا يعلموا ما، لاموا ما، ميم وميم، لكن شو اللي حال بينهم؟ الضمة. طب أحيانا ما بيحول بينهم ضمة، بيكون الأول إيش؟ ساكن. لكم ما كسبتم، لكم ما كسبتم، أيهما أسهل؟ أن أقول لكم ما، انظروا لكم ما كسبتم فأفتح وأغلق مرتين في نفس المكان، ولا الأسهل أن أقول لكم ما كسبتم بغض النظر عن تطويل الغنة؟ لكم ما، لكم ما، يعني بمعنى أطبق الشفتين على الميم الأولى وأجافي وأباعد الشفتين عن مين؟ عن الميم الثانية، فأعمل عملا واحدا بعد أن كنت أعمل كم عمل؟ عملين. لكم ما، أطبق وأفتح كنت مرتين. تبهنا كيف؟ أيهما أسهل؟ لا شك بأن الإطباق على الأول والمجافاة عن الثاني أسهل، بمعنى القيام بعمل واحد.